السلام عليكم، معكم اخوكم محمد رزق، واهلا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن بعض توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا المستجد او كوفيد 19. الاول اولا كيف تحمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا او مرض كورونا كوفيد 19. لو ظهرت عليك أحد الأعراض زي الكحة أو ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس، وكنت جاي من أحد الدول اللي بينتشر بيها المرض، أو قمت بمخالطة لصيقة مع إحدى المرضى اللي يتأكد إصابتهم بالمرض في خلال 14 يوم، يجب إنك تتوجه لأقرب مستشفى حميات عندك. سؤال: هل ينتشر مرض كوفيد 19 عن طريق الفضلات البشرية؟ في الحقيقة الفيروس موجود في الفضلات البشرية زي فيروسات كورونا الأخرى، ولكن بينتشر بالأساس من خلال مخالطة أحد المصابين عن قرب، أو عبر القطيرات المتطايرة منه عند السعال أو العطس. لحماية نفسك اغسل إيديك باستمرار، لاسيما قبل إعداد الطعام أو عند تناوله، وبعد السعال أو العطس، وقبل استخدام المرحاض وبعده، وبعد تغيير الحفاضات للأطفال. السؤال الثاني: هل يستطيع فيروس كورونا الجديد أو كوفيد 19 إن هو يعيش في المناخ الحار والرطب؟ نعم، الفيروس الجديد انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار ورطب، وفي بلدان أخرى ذات مناخ بارد وجاف. يجب عليك إنك تتبع الاحتياطات أينما تعيش ومهما كان المناخ اللي عندك. واظب على غسل الإيدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس بمنديل أو ثني المرفق، وتخلص من المنديل في سلة المهملات، واغسل إيديك بعد ذلك على الفور. إيه هو نوع المطهر اللي ممكن أستخدمه في مسح الأسطح للوقاية من مرض كوفيد 19؟ إذا كانت الأسطح متسخة، فامسحها في البداية بصابون منزلي عادي أو منظف، وبعد كده اشطفها بالماء. بعد كده استخدم مطهر منزلي عادي زي المبيض اللي بيحتوي على المادة الفعالة هيبوكلورايت الصوديوم، لأنه بيقضي على الجراثيم والفطريات والفيروسات. واحرص على حماية إيديك عند استخدام المبيض بارتداء قفازات مطاطية على سبيل المثال، وخفف المبيض بالماء حسب التعليمات الموجودة على العبوة. أتمنى المعلومة البسيطة دي تكون فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.